احنا بنتكلم في مشروع عملاق الحقيقة، بنتكلم من العاصمة الإدارية الجديدة وصولا لحد سيناء. مظبوط. فده احنا بنتكلم في مساحة كبيرة جدا من مصر، لكن هل المشروع بدأ بالفعل؟ يعني احنا عارفين العاصمة بالفعل الشغل بقاله فيها يعني فترة كبيرة قوي، وفكرة التنمية العمرانية بقت مثال حاليا يحتذى به الحقيقة في هذا الموضوع. مظبوط. لكن هل بدأ في باقي الأماكن؟ يعني التوقيتات الزمنية الخاصة بيه هو لسه متوافق عليه من مجلس النواب، وحاليا هو اللي بيديره حاليا اللي هو هيئة التخطيط العمراني مع مكاتب استشارية مصرية من أكبر مكاتب استشارية مصرية في مصر، فهو في مرحلة التخطيط حاليا. ودايما لازم لما ننظر لمشاريع التنمية والتطوير العقاري هي لونج تيرم، مش حاجة على المدى الطويل. على المدى الطويل احنا دي حاجات، وخصوصا في المشاريع الكبيرة دي احنا بتتعمل للأجيال دلوقتي، والأجيال اللي هيستفيد منها أكتر هي الأجيال القادمة. زي النموذج بالضبط بتاع العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية ابتدت من 2017 2018 كانت حلم، ممكن ناس كتير بيقول ده حلم وصعب وبعيد. مساحة النهاردة وصلت فوق 200 ألف فدان، يعني أكبر من ضعف مساحة القاهرة. ولكن النهاردة مع الرغم من الظروف اللي مرينا بيها، كورونا ثم الحرب ثم الكلام والثورة، النهاردة بقى واقع. نفس الموضوع في هذا، يعني فيها بالنسبة لمشروع بوابة مصر، لأنه خلاص بيكمل التنمية والتطوير العمراني بداية من العاصمة لغاية سيناء. طبعا ده له استفادات كبيرة جدا. دي مناطق بكر هيحصل فيها نشاط اقتصادية كتيرة، وده له عائد على في فرص العمل، وكل نشاط اقتصادي بيحرك الاقتصاد كله، بيوطد فكرة التنمية المستدامة اللي هي من أهداف الدولة في 2030. التنمية المستدامة بيزود الرقعة المعمورة في مصر، إلى جانب أنه بيساعد أن يدي مزايا تنافسية للمشاريع اللي المشاريع السياحية. عندنا كم من المشاريع السياحية المتميزة في سيناء. ارتباط هذه المشاريع وخاصة مع شبكة الطرق اللي اتعملت، ومع الخطط اللي هتعمل، ومع الحاجات اللي اتعمل في مشروع بوابة مصر، ده هيديها ميزة تنافسية عالمية وإقليمية، اللي هي هتحسن طبعا من أداء هذه المناطق، لأنها هتبقى ليست مجرد مناطق يعني قرى معزولة في أماكن لوحدها، هي مربوطة من أول شرق القاهرة لغاية سيناء. ده طبعا هيديها ميزة تنافسية كبيرة، وده أكيد بيزود من العوائد الدولارية لمصر. وإحنا بنتكلم على الاستفادة باشمهندس من هذه المشروعات أو عملية التنمية، يهمنا نوصل للجميع وكلنا نفهم أنا كمواطن هستفاد ازاي من هذه المشروعات، وتحديدا هل هستفاد لو انا من سكان هذه المناطق تحديدا، يعني من سكان السويس الجديده، العاصمه الاداريه، سيناء، ولا مين اللي هيستفاد؟ في استفاده دايركت وفي استفاده اندايركت. الاستفاده المباشره لاهل المنطقه، الناس الموجودين في سيناء، الناس الموجودين في السويس الجديده، الناس الموجودين في هذه المناطق، اكيد دي استفاده مباشره، خلق فرص عمل، التطوير والتنمية العمرانية بتخدم وتروج من 90 ل 100 صناعة. مجرد ان انا بعمر هذا المكان، ده بيروج بيشغل معايا من 90 ل 100 صناعة. لو ندي امثلة يا باشمهندس، اي مشروع تطوير عقاري هو بيشغل كم صناعة؟ بيشغل مصانع الحديد ومصانع الأسمنت والخشب والعمال اللي بيشتغلوا في كل حرفة من الحرف اللي بتحصل فيها تنمية، وعمال الزراعة وعمال الري وشركات الزراعة وشركات الري، يعني هم من 90 ل 100 صناعة. أي تطوير عمراني في أي حتة في الدنيا بيشغل من 90 ل 100 صناعة. فدي ناس بتستفيد بشكل مباشر. الناس اللي بتستفيد بشكل غير مباشر هو تحسين الوضع الاقتصادي، كل ده بتبقى عائدات للدولة، فرص عمل موجودة، هجرة بتحصل لهذه المناطق، وبنحصل يعني بنحلحل القاهرة والتكدس اللي فيها، عايزين ناس تروح هناك، شركات بتروح هناك بتشتغل سواء في التنمية أو بعد ما المشروع المراحل بتاعت المشروع تشتغل. كل دي حاجات بتساعد، دي بتبقى بطريقة غير مباشرة. اللي قاعد في القاهرة ساكن في وسط القاهرة بيستفيد من الحالة الاقتصادية اللي بتحسن، إيرادات الدولار الناتج المحلي اللي بيزيد، الاحتياطي الأجنبي اللي بيزيد،
ده كله هيساعد في نقلل التضخم، هيستفيد منه اللي قاعد في القاهره، فمالوش اي علاقه بالموضوع يعني. على يعني هينعكس على وضع الدوله المصريه بصفه عامه. اكيد.